اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ببرنامج افطار رياضي. مثل ما عودناكم كل يوم نحضركم قائمه افطار سهله وسريعه وصحيه لافطار رياضي. خلينا نتابع مع بعضنا. باول طبق هو عباره عن ابيتايزر، المقبلات هيدي اللي حنعملها بجبنه الفتة مع النعنع، نخلطهم مع بعض مع البهارات كمان، وحنحط معها صنوبر، حنحشيها بورق العنب مع السبرينج رول بطريقه جديده. خلينا نشوف مع بعض تطبيقها كيف بيكون. في عنا فتا تشيز، عنا النعنع، ناخذ منهم الورق، ما بنحط العرق اللي موجود، فاذا الورق اللي موجود بالنعنع بنستعمله، نعنع فريش بنفرمهم ناعمين. مثل ما شايفين مشاهدينا صار عندنا النعنع، مثل ما قلت لكم النعنع لازم نفرمه فرمه وحده مثله مثل البقدونس مثل الكزبره لحتى يعطينا الطعم الفريش والريحه تضلها فيه، لانه اذا فرمناه اكثر من مره بتموت الريحه اللي موجوده فيه وبطل عندنا الطعمه الطيبه. عندنا لكن الفتا تشيز هون ما بنزيد ملح، بنحط فلفل اسود وبنزيد الصنوبر معهم اخر شيء بعد ما نطحن كل المكونات مع بعضها اللي هي الفتة مع النعنع مع الفلفل الاسود. مشاهدينا مثل ما شايفين صار عندنا جبنة الفتة مع النعنع، بنضيف عليها جبنة التشيدر مع الموزاريلا. في عنا طريقتين لنقلي فيها عجينة السبرينج رول. فينا نقليها بزيت قليل، ما بنغمرها بالزيت وبنتركها لفترة طويلة، نعطيها لون بس تدوب الجبنة فيها. وفي طريقة تانية انه نرش عليها سبراي من الزبدة ونتركها بالفرن لفترة 3 دقايق، بتاخد لون وبتستوي وبتطلع محمصة. عنا عجينة سبرينج رول، الورق عنب نحطها فيها بهالطريقة، عنا خليط الجبن اللي حضرناه نحط معه صنوبر. مثل ما بنعرف انه صنوبر له فوائد كتير عديده، هو بيساعد كمان لتخفيض نسبه الكوليسترول بالدم وبيساعد كمان القلب. عندنا هون مزيج من النشا مع المي لحتى تكمش العجين مع بعضها. صار عندنا أول حبة اللي هي السبرينج رول مع الورق عنب، هيك مشاهدينا السبرينج رول مع الورق العنب اللي حشيناها بثلاث أنواع من الجبنة، الفتة مع الموزاريلا مع تشيدر تشيز سنوبر والنعنع. بدنا نعطيها لون، مثل ما قلنا ما بنغمرها بالزيت، بدنا ننتبه كتير منيح لانه السبرينج رول هون مش مغموره بالزيت، حاطين زيت بنسبه قليله بس نعطيها هاللون. وفينا نعمل طريقه افضل اللي هي انه نرش عليها قليل من الزبده او الزيت ونحطها بالفرن، بتطلع كريسبي اكثر. هون الورق عنب بتعطينا ريحه كتير حلوه، فلنعمل صوص يناسب مع هيدي السبرينج رول حبيت اني اعمل دبس الرمان مع السمسم، حطينا معه سيراتشا اللي هي قليل من الحر لحتى تعطينا هاللدعه الصغيره من السبايسي مع سبرينج رول. في عنا خس الفريزير، سبرينج رول اللي حاشينا مثل ما قلنا، ورق عنب مع الجبنه، نحط عليها دبس الرمان مع السمسم والسيراتشا، كومبينيشن كتير طيبه مع دبس الرمان ومع الجبنه والورق عنب اللي موجود. نحط قليل من الصنوبر مع الخس اللي عندنا.
هيك مشاهدينا طبقنا المقبلات صار جاهز لليوم. سبرينج رول مع محشي بثلاث انواع من الجبنه مع الورق عنب، كثير طيبه، جربوها. حنحضر مع بعضنا الطبق الرئيسي، خليكم معنا. مشاهدينا منتابع مع بعض بتحضير الطبق الثاني اللي هو عبارة عن الششبرك باليوغرت بالزبادي. كيف نحضرها مع بعض؟ في عنا هيدي العلبة اللي هي الششبرك، بتكون موجودة بالبرادات بمزرعة بلدنا، هي من منتجات مزرعة بلدنا، من اللحم الفريش اللي حنعمله. عنا هدول الحبات الششبرك، بس اللي علينا نعمله انه نحطها بصينية، نرش عليها قليل من الزيت او الزبده ونحطها بالفرن لدرجه حراره 160 لفتره 5 دقائق. بتلاقيها طلعت صارت مستويه محمصه بهالشكل هيدا كريسبي. هيك الششبرك بتكون عندنا جاهزه. اللي حنعمله في عندنا اليوغرت اللي هو الزبادي، هون نحن بعدنا خلينا نحطها هون لتشوفوا انه نحن مش حاطين على النار اي شيء، حاطين الزبادي بهالمكان، بنحط معه مرقه اللحم، زلال عدد واحد من البيضه، بنحط قليل من الملح، بنحط معه فلفل اسود، وبنخفق المكونات مع بعضها. نضيف النشا مع الزبادي وزلال البيضة، هون الزبادي صار جاهز عنا. اللي حنعمله بنحطهم على نار خفيفة وبنصير نقلب المكونات لحتى يشتد عنا اللبن ويصير جاهز. مثل ما شايفين مشاهدينا الزبادي صارت جاهزة، اللبن جاهز. بنروح للمرحلة الثانية، بدنا نعمل قلية من زيت الزيتون. في عنا هون مشاهدينا الصنوبر اللي عاملينه بالفرن، حمصينه بالفرن، ما حطينا له ولا أي مواد دهنية، لا زيت لا زبدة ولا شيء، مثل ما هي بنحطها بالصينية بالفرن، بنقلبهم مع بعض، بصير عندنا هالشكل هيدا. عندنا الثوم، في عندنا الكزبرة، نقليها. فإذا القلية صارت عندنا جاهزة، نضيف عليها قليل من الملح، في عندنا الرز الأبيض، اللبن اللي طبخناه، عندنا الششبرك، يفضل انه نحط الششبرك على اللبن وما نطبخهم مع بعض لحتى تضل في هالطعمة الكريسبي فيها. نوبر مشاهدينا طبقنا الرئيسي صار جاهز لليوم، خليكم معنا لنحضر مع بعضنا الجوس.
مشاهدينا منتابع مع بعض بتحضير العصير، عصير فريش. حتشوفوا مع بعض المقادير. المقادير هي عنا الأورنج، حتكون هي اللزينة، عنا البيتروت اللي هو صنف أساسي بهذا العصير، عنا زنجبيل، الأورنج، العصير الجزر والتيرميريك اللي حنستعملها لتعطينا هالطعم الطيب بهذا الجوز. هذا الجوز كتير غني بالفيتامينز، مثل ما بتعرفوا انه البيتروت الشمندر هو بيساعد على انخفاض ضغط الدم، وكمان البيتروت بيساعد على زيادة الدم للناس اللي عندهم فقر بالدم. نحط الزنجبيل، اورنج جوس، ونحط عصير الجزر، هيك مشاهدينا العصير صار جاهز. ريحة كتير حلوة. شمندر لازم يكون شمندر مسلوق عنا قبل بوقت حتى نقدر نطحنه على الماشين. تيرميريك نحط منه رشة. صار عنا العصير البيتروت جاهز. هيك مشاهدينا صار قائمة الإفطار لليوم جاهزة كاملة متكاملة سهلة وسريعة التحضير. بتمنى أي رياضي إنه يجربها، لأنه هيدي الوجبة هي كتير غنية بالفيتامينز. بتمنى يعجبكن وإفطار شهي.